أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم رحاب. أم رحاب تقول: أنا مصرية مقيمة بالدمام ولي بعض الأسئلة، أرجو الله عز وجل أن يوفقكم للإجابة عليها. عندما أقرأ القرآن أخطئ كثيرا في قراءته بعكس سماعي له من الراديو، وعندما أسمعه من الراديو أفهم معانيه أكثر ويصبح سهلا لي عما أقرأه، فهل ثواب سماع القرآن مثل ثواب قراءته أم يختلف الثواب؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن أجر تلاوة القرآن أفضل من أجر الاستماع إليه، وعليك أن تقرأ القرآن على حسب استطاعتك، ولكن مع التأني ومحاولة تعديل القراءة، وإذا أمكن أن تستفيدي من أحد ممن يتقن قراءة القرآن بأن تعدلي القراءة عليه، فهذا أمر مستحسن ومطلوب. وإذا لم تستطيعي تعديل الأخطاء فإنك تقرأين على حسب الاستطاعة، قوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أي أجر التلاوة وأجر المشقة. فعلى كل حال، تلاوة القرآن وقراءته أفضل من الاستماع إليه. نعم.